التحقوا معنا زملاء في قاعة التحليل وكذلك نعم زملاء التقنيين. نعم الكل. نتمنى فقط أنه يعطونا صورة 2021 هي السنة التي سنرى فيها الخير والفرح بإذن الله. نعم، تحية أيضا لرؤساء التحرير، لكل من رام توجد معنا من خلف الكواليس، الأخضر رزاوي، أيضا أنور شنا، أيضا دليلة بالخير. دليلة بالخير أيضا، وأيضا عقبة رئيس تحرير الشروق مورنينج، وأيضا حمزة بكاي، محمد طاهر فطاني، وايضا محمد دخوش. نعم، بلا ما ننسى رضا، رضا ريجيسور، رضا. نعم رضا، وتحيه لرضا ايضا. نعم. صحيح، كل الطاقم القائم على برامج كل شروق تي في وشروق النيوز، تحيه خاصه لهم. أسيا شلبي، ذكرتينا بها. صافت، ولا راح تكون حرب اليوم. تحية لأسيا شلبي، نعم. إذا مشاهدينا عام سعيد إن شاء الله لكل الجميع. نعم، نطلب من كل الزملاء من قاعة التحرير أنه يتقدموا إلى البلاتو رقم واحد واستوديو قناة الشروق نيوز والشروق مورنينج. إذا نتمنى عام سعيد لكل الشعب الجزائري ولكل العالم بأسره. إن شاء الله نهاية الأحزان، نهاية الوباء، نهاية كل المآسي، إن شاء الله تذهب اليوم مع 2021 و2020 إن شاء الله 2021 سنة سعيدة على الجميع. إذا يلتحق معنا الزملاء في الاستوديو رقم واحد. نطلب فقط من دليلة بالخير وعقبة أن يلتحقوا معنا، ضروري يعني قبل الختام أن يكونوا معنا. نعم أمينة، كذلك سكريبت، وأيضا زكي، كل الزملاء تحية لهم، نتمنى لهم عام سعيد 2021، سنة سعيدة. سنة سعيدة زايدة، سنة سعيدة لكل الزملاء. حورية عياري كالعادة. سنة سعيدة. رندا حدادي معنا، إن شاء الله تكون سنة سعيدة. نعم، لك أكيد. ولكل الزملاء الذين فقدوا أكيد أحبائهم في هذا العام. زاكي أيضا، بن عورة المخرج تحية له، وأيضا محمد بكربوعة محرز يلتحق معنا، أيضا الزميل مبارك دفة ومقدم الشروق مورنينج، ولكن خليه يحكي لنا على أخطر، ما عندوش إذا كان ممكن يقرب من الميكرو اللي عندنا ويحكي لنا على أخطر موقف. المبارك دفة، السلام عليكم المشاهدين الكرام. يعني قبل ما سنة بداية الموسم الجديد للحلة الجديدة تاع شروق مورنينج، كان بلال كباش، كانت الزميلة زاهدة قالت له مرحبا بك، قال لها مرحبا زاهدة، مرحبا مبارك، مباركة دفة، قلت له مباركة. نعم، شكرا جزيلا لك مبارك. تحية أيضا لسارة مبارك متواجدة معنا، يونس أيضا، ياسين عندي. تحية لكل الزملاء حتى اللي ما كانوش حاضرين معنا، أكيد تحية لهم، وإن شاء الله عام سعيد للجميع. نعم، حتى جماعة البث نوجه لهم تحية خاصة، محمد، عمار، رضا، كل الزملاء. محمد تفضل، محمد بوروبي. نعم، نعم، لو يتقدم أيضا يوسف. يوسف تفضل معنا. شكرا، عام سعيد للجميع.